أزمة غريبة من نوعها في كوريا الجنوبية، استقالة رئيسة وزراء كوريا الجنوبية على خلفية فساد في إدارة الدولة. بي بي سي بتسوي لقاء مع خبير سياسي اقتصادي. وفجأة ثلاث دقائق هذا الأسبوع مع الأطفال. نبغى وقفة احترام وتقدير للثقة الكبيرة اللي دخلت بها هذه البنت. لو جيت مقدم على أي وظيفة في العالم ودخلت بدي الثقة، أنا أضمن لك دي الوظيفة. الرهيب في الموضوع تصرف الأبو، كيف حاول يصرف الموضوع بكل بساطة. بس كده بيدفها، اختفي اختفي، انت مو هنا، الله يخليكي اختفي، انا امام العالم الان. لكن هيهات I would be surprised if they do. انبراشة تحترم في اي ملعب. هذه دخلت مصارع يبغى لها اغنية خاصة. لسه الفيديو ما خلص. لسبب من الاسباب الام كانت مقتنعة انه هي ما هي موجودة، هي الان مختفية. هي الآن ما في، بس في يد كده بتقفل الباب. North Korea, North, South. هذا الفيديو حقق أكثر من 60 مليون مشاهدة، مما نوعا ما فتح نقاش على موضوع العنصرية أو السطحية في النظر للأمور، لأن المرأة الآسيوية كل أحد افترض إنه هي دادة ولا شغالة. كانت الأم، كانت الزوجة. خلينا نتفق إنه التصرف مع الأطفال في عمر معين يعتبر صعب شوية، خاصة لما يقرروا يبكوا فجأة عشوائيا. لكن هذا الأب عنده الحل. استخدم سلاحهم ضدهم، لانه مشاكل الاطفال بعض الحين تاخذ منحنى درامي كبير، خاصه لما يكونوا اختين يكون الدراما بينهم عنيفه. هنا نشوف اخت متازمه عشان اختها اخذت منها حبتين عيش. فالابو هنا يحتاج يتصرف ويحكم بكل عداله. اول شيء سواه طلع الكاميرا جلس يصور، وبعدين سال الاخت وقال لها Did you grab her bread, Sadie? هل اخذت العيش؟ الاخت الصغيره بتتهرب من العداله. Yeah. اتهامات بالكذب بين الاختين. Yeah. She's lying. اخيرا الاب بكل حنكه ودهاء سال الاخت الصغيره سؤال لولبي، ايش هذا اللي في فمك؟ هاها الاخت الصغيره اعترفت بجريمتها. وبعدين يعطوها بوسه وسماح. حياة جميلة. بكل بساطة التحديات في الانترنت يبدأوها شباب وشابات من البشرة البيضاء، والعالم كله بعدين يبدأ ايش يتابع هذا التحدي ويبدأوا يقلدوه او يحاولوا يسووه، زي المانيكان تشالنج، تحدي الثلج. هنا في تحدي بيحاولوا يخلوه مشهور اسمه تحدي الجحيم. تنويه، بالانجليزي كلمة الجحيم تعتبر نوع زي السبة، زي لما تقول تبا او سحقا، فما ينفع تقولها قدام اهلك عند العوائل المحترمة. فالتحدي انه الاولاد يروحوا لابهاتهم ويقولوا لهم ماذا يحدث بحق الجحيم، ويشوفوا ردود افعال الاباء والامهات. هنا البنت راحت وقالت لامها Why the hell didn't you tell me that? وامها انجرحت. So why did you just do that to me? امها بدأت تبكي. البنت اعتذرت لأمها. I'm sorry. هذا الفنطل قرر برضو يسوي نفس التحدي مع أمه. وهي عينه. أمه زغرت له. توتو شت. I'm telling you. يا سامعي. وأدته واحدة حبة عن معيط. الحكمة، مش أي تحدي في الإنترنت تشوفه تحاول تطبقه. حبيت فيديو ثلاث دقائق هذا الأسبوع يكون ظريف ولطيف وكده وبعيد عن هموم الحياة. أتمنى يكون عجبكم. أنشروا هذا الفيديو وأنشروا البهجة. استمتعوا. اشتركوا في القناة إذا ما أنتم مشتركون. واو. ما حسوي editing إذا ما أنتم مشتركون. اشتركوا في القناة إذا ما أنتم مشتركون. شكرا لكم. وبالنسبة لجيش جيش الملوخية فقط، روح على حسابي في انستغرام، حطيت لكم صورة رهيبة من ذكريات الفان فيست